أهلا بكم. تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوسي بمدينة الدار البيضاء خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 5 غشت 2021 من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بالتمثيل بجثة والدته التي تبلغ من العمر 60 عاما. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه والذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي بمنطقة خلاء بالقرب من حي السلام واحد بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، وذلك تتويجا للأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن في أعقاب اكتشاف جثة والدته يوم أمس الأربعاء. وقد تم حسب البلاغ إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن الإشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأسباب والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة البشعة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.